الغاية هو أن عدد الإصابات قليل جدا، واللي يهمنا أكثر هو غياب ولا كيفاش يقولوا الوفيات. احنا معليش واحد اللي تعدى بكوفيد ولا بغريب ولا كاش حاجة هات يبرى وما يتوفاش. احنا حتى عدد اللي راهم داخل الإنعاش تحت العناية المركزة اللي زانتيبي راهم 4-5 حتى وصلنا حتى أكثر من 40. الوفيات رانا في أسبوع 0 وفيات. عدد الإصابات وصلنا حتى الجزائر العاصمة، كل الجزائر كلها 4 ملايين و5 ملايين، 0 إصابة، 0 تو بي سي آر 0. دونك لحقنا بعد 3 برك في الجزائر كلها، 2 في الجزائر و1 في مستغاني. الشيء اللي نقولوا نعاود نقولوا أنا كمسؤول وكطبيب وكمسؤول بالطبع هو حذر من هذا الفيروس، هذا ممكن يعاود يتغير، ممكن يعاود يولي، إن شاء الله ما يوليش، ممكن يعاود يولي.